تسعى جماعة الإخوان في ليبيا لعرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في 24 من ديسمبر المقبل، وهو ما عكسته تصريحات قيادات بارزة داخل التنظيم طالبوا بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة، وآخرون طالبوا بالاستفتاء أولا على مشروع الدستور في محاولة وصفها مراقبون بأنها مكيدة سياسية تستهدف نصف المسار الدستوري. الادعاءات هذه لم تأتي ان مثلا نديروا استفتاء للدستور، ولا مرات يطلعوا بصيغه الرئيس ينتخب الشعب ينتخب يعني هذه كل محاولات غير في سبه ان مثلا يعرقلوا المساله زياده يزيدوا من امد الفتره الانتقاليه. هذه نحن في فتره انتقاليه لنا قريب تو 9 سنين. الإخوان لم يتوقفوا يوما عن العمل استعدادا للانتخابات رغم كل التصريحات والمواقف التي عكست رفضهم لها، بعد أن توغلوا بين شريحة الشباب إحدى أبرز أدواتهم هذه الفترة لتلقينهم الهجوم على التيار الوطني وزرع الكراهية ضده. أعتقد أن في الانتخابات القادمة سيغيرون جلدهم، يعني سيدفعون بمجموعة من الشباب غير معروفين لدى الأوساط الشعبية، توجههم غير معروف توجههم، وممكن أن يتم ترشيحهم في قوائم أو بشكل فردي. ولكن أنا أعتقد أن الليبيين أخذوا حصانة، سوف لن يصوتون لأي شخص لا يعرفونه. صاغت رغم رفضها الواضح والصريح عبر أذرعها الإعلامية، إلا أن جماعة الإخوان الليبية تدعم ناشطين سياسيين وتعمل على استقطابهم بالمال، مستغلين بذلك خبرات فروعهم الموجودة في دول عدة وعلى رأسها تركيا التي تحتضن قيادات هذه الجماعة. من بنغازي أحمد بن عاشور، اليوم.